طيب ايه رأيك ناخد رأي بقى السادة المشاهدين يلا شاركهم معانا في الموضوع ده. احنا معانا كريم على التليفون نعرف رأيه. يا كريم ازيك؟ الو ازيك؟ ازيكم عاملين ايه؟ ازيك يا كيمو؟ ازيك يا فاروق عامل ايه؟ اخبارك يا كيمو؟ انت بتجيش ليه؟ مش تبقى تيجي؟ انا جيت اهو لما لقيت الموضوع مهم وحيوي فقلت لازم يعني اشارك معاكم. منورنا يا كريم. قول لنا بقى ايه رأيك في شريحة آلان معسكر؟ يعني هو انا كنت اسمع عنها من فترة طويلة لان خصوصا ابتدوا يستخدموها شوية في الطب دلوقتي حديثا. يعني انا اعرف مثلا والد واحد صاحبي عملها كانت حاجة كده صغيرة كده في دراعه عشان هي اللي بتنظم ضربات القلب والحاجات دي وكده. لكن اللي هما بيتكلموا فيه ده حاجة جديدة خالص يعني فمش عارف يعني مش متخيل الموضوع اصلا. هي بص يا كريم اللي انا اعرفه ان في يعني نماذج اخرى لحاجات تانية بنستخدمها في العلاج ومن ضمنها برضو حاجة ده أنا شفته ومن ضمنها برضو حاجات ممكن في بتتحط على الحنجرة او مكان الجزء اللي هو الخاص بالقصبة الهوائية اللي فوق يعني فاهم عشان خاطر الصوت وبيبقى في جهاز تاني بيطلع بشكل معين الذبذبات على صوت يعني كأنك حد بيتكلم لو ما عندوش اللي هو يعني دي يمكن كلها حاجات علاجية لكن اللي احنا بنتكلم فيه في شريحة ألم ماسك هي حاجة تانية خالص. هي عاملة زي الميموري كارد ان انت بتحط عليها معلومات كتيره جدا حاجات للذاكره انت عايز تفتكرها لحظات سعيده لحظات مؤلمه يعني هي بالظبط زي الميموري كارد زي ما قلت. فانت لو مثلا اتطرح قدامك الموضوع ده تحب ان انت تحط شريحه زي دي في مخك؟ لا طبعا مين فينا هيغامر؟ لا طبعا. وبعدين انا اتفرجت على الفيلم وعرفت ان ممكن اي حد يفرط الشريحه فانا هعمل ايه؟ وحد يعمل لك بلوك فاهم انت برضه في بلاك ميرور انت ممكن ما تشوفش حد قدامك كده ممكن بالظبط حد في بينك وبينه اي مشاكل يخش يهاك الشريحه ويعمل فيها اللي انت عايزه وانت حتى لو تم التاكد من نجاحها بنسبه 100% او 95% وان هي فعاله جدا مع الناس. انا شخصيا انا ككريم انا مش مع اي حاجه في التكنولوجيا اي حاجه اي حاجه مش اي حاجه اي حاجه. انا مش مع الحاجات اللي بتبوظ علينا يعني في حاجات بتدخل العنصر البشري بتبقى الطف بكتير. يعني كفايه علينا التكنولوجيا البسيطه اللي هي الموبايل اللابتوب بالظبط يعني ده برضه حتى فبوظ حاجات كتير حلوه في حياتنا الترابط فانا مش مع اي حاجه كده بتطلع مش معايا يعني فاهمني فعشان كده لا يعني لو الموضوع حتى جه قدامي وهيخليني احسن بكتير او كده لا يعني انا الحمد لله راضي بحالي وبنفسي وبدنيتي وبحب افضل زي ما انا كده. لا وكل هيبقى شبه بعضه ما عندكش بقى هتلاقي مش هتلاقي فيه فروق فرديه يعني هتجيب منين برضو المشاعر بتاعتنا والاحاسيس ده كده احنا دخلنا في بلاك ميرور بقى خلاص كده احنا بقينا في حاجه ثانيه خالص. طب خلينا نعيش مع بعض كده الخيال العلمي شويه يا كريم اوكي نعيش. افرض مثلا انه في اشخاص كثيره جدا تقدمت ان هي تركب الشريحه دي في مخها وبقوا اشبه بالانسان الالي عندهم ذكاء خارق جدا وعندهم امكانيات عاليه وانت مثلا رفضت ازاي هتقدر تتعايش مع العالم ده والناس اللي هي مختلفه وخارقه في القدرات بتاعتها؟ يعني هعيش بقى مع الناس اللي زيي لان طبعا مش كل الناس هتقبل. هنتجمع في كوكب واحد كلنا بالظبط مش في كوكب واحد هيبقى لينا يعني هو الموضوع كده طبعا هيخش في في في, في افلام اجنبي كتير يعني بالزبط. في قصص كتير بقى بس هي الفكره برضه احنا هيبقى لينا كده حته لوحدينا احنا شغالين فيها مع بعض الطيبين وكل اللي هيتضر بقى من الموضوع ده يرجع يعيش يعني معاك. يعني انت شايف ان الموضوع ده سلبي اكتر منه ايجابي؟ يعني انا شايف بالظبط ان هم في حاجات كتير قوي عايزين يعملوها يعني هم ممكن يعملوا روبوت ويبقى هو فيه شريحه ديت لكن انت تعملها الانسان وتحول الانسان نفسه لروبوت فانت كده يعني انت داخل في الطبيعه البشريه نفسها يعني فاللي هو ليه هو الانسان اشتكى لك في حاجه؟ صح يا كيمو شكرا جدا دي وجهه نظري يعني شكرا جدا ليك يا كريم نورتنا شكرا